لا يا فندم كله خلاص بطلنا نعمل شغل عليه خالص، كله برضه من بره دلوقتي. الجزء الثاني مش مدينا فرصه خالص. الجزء الثاني امبارح هارفرد مطلعه تقييماتها لغايه 2027. ايوه مصر متصنفه. ده معناه ايه؟ عايزين نوضح للناس دي. ده معناه ان باختصار شديد دي وكاله برضو انا بحب انت عارف في لقاءاتي مع حضرتك، واحده من اكبر المؤسسات الماليه يا فندم. ايوه اوضح للناس كده. ومؤسسه بحثيه ذات مستوى رفيع. اللي حصلوا على النوبل في الاقتصاد نعم خلاص على مستوى ال 20 سنه اللي فاتوا. ايوه 13 منهم خارجين من هارفرد. من هارفرد تمام. باختصار شديد هي مؤسسه الناس بتشرف بس انها تحضر فيها مؤتمرات. لما بتتكلم النهارده على انها بتقيم الاقتصاد العالمي وشايفه ان لغايه 2027 مصر واحده من انشط دول العالم في معدلات النمو الاقتصادي، شايفه من دلوقتي ل 2027 وشايفه ان متوسط معدلات النمو بتاعنا في الفتره دي هيكون 6.8%، احنا النهارده 5.6% ومستنيين الربع الاخير يتعلم. صحيح. ده معناه ببساطه ان هم شايفين ان احنا اطلقنا خلاص قوه الاقتصاد. وهو دي كانت كل اللي بيحصل الفتره اللي فاتت. بس عشان اكون امين مع حضرتك في حته مهمه قوي الناس كمان لازم تبقى عارفه. احنا ما كناش مركزين على الاقتصاد التقليدي وبس. ايوه لان في حاله مخاوف موجوده عالميا والناس لازم تبقى على درايه بيها. الاقتصاد بشكله التقليدي قوي اللي موجود دلوقتي اتغير خلاص. اربع خمس سنين حضرتك مش هتشوف العالم بالشكل ده. اتغير ملامحه بتنتهي يعني. باختصار شديد كلمه السيد الرئيس في مؤتمر الشباب والجلسه اللي اداها في اليوم الثاني عشان موضوع قواعد البيانات الالكترونيه واطلاقه لهذا البرنامج هي باختصار شديد هي شهاده او رساله اطلاق لدخول مصر المرحله الثانيه من النظام الاقتصادي العالمي. وخليني اقول لك ايه المرحله دي هتكون ايه يا فندم. تمام. باختصار شديد بعد عمر طويل ان شاء الله حضرتك مش هتورثي اولادك فلوس وعقارات. حضرتك هتورثي الاولاد البيانات بتاعت حضرتك، كل البيانات بتاعتك. يعملوا بيها ايه؟ كل حاجه يا فندم. هديك مثال صغير. العلم مين الكبار اللي النهارده بيسيطروا على الاقتصاد العالمي ككل؟ الاول هو جزئيه في غايه الاهميه ويطلق عليها اسم بلوك تشين او تشفير البيانات. تمام. ودي اللي السيد الرئيس اتكلم عليها لما كان بيتكلم على مساله ان احنا هننشئ منظومه كامله لحمايه البيانات بتاعتنا. مش بس هنعمل كروت وربط قواعد البيانات، ده احنا كمان هنحفظ هذه البيانات بطريقه مؤمنه. صحيح. عشان ما حدش يقدر يخترقها، عشان نقدر ان احنا نحافظ على بياناتنا للمستقبل. الشق الثاني هو ما يطلق عليه اسم بيج داتا اناليسز او تحليل البيانات الكبيره. نعم. باختصار شديد وحضرتك النهارده بتتكلمي مثلا على مساله البنزين. طيب احنا النهارده محتاجين ان احنا نزود في بنزين 80 ولا بنزين 95؟ هل احنا محتاجين النهارده ان احنا نرفع منطقتنا الانتاجيه مثلا في انتاج البطاطس، ولا البطاطس اللي هي نص تصنيع اللي هي بتتحط على طول في الزيت؟ تمام. عشان اقدر اعمل ده لازم احلل بيانات كتير قوي. اللي بيحصل دلوقتي ان العلوم بتاعه تحليل البيانات تطورت لدرجه غير طبيعيه. لدرجه هقول لحضرتك على نموذج فيها قد يكون تاريخي بالنسبه لنا كلنا. نعم. واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال التجارة الإلكترونية شركة علي بابا. أيوة. الشركة دي شركة صينية عملت بنك من سنتين. البنك ده يا فندم بيدي قروض للشركات المتوسطة والصغيرة. إجمالي القروض اللي هو إداها خلال سنتين حوالي 260 مليار دولار. نعم. القرض حضرتك بتاخديه في 180 ثانية، 3 دقايق. 180 ثانية. 3 دقايق. ومناسبة نسبة تعثر 1%. يا سلام. لأنه ببساطة بيحلل بيانات حضرتك كلها عبر كل المعاملات الماليه بتاعت سعادتك. ايوه. معاملات الفيزا. نعم. طبيعه الاكل اللي حضرتك بتاكليه. السجل المرضي اللي موجود لا قدر الله. تمام. المعاملات التجاريه اللي بتتم عن طريق شبكه الانترنت. المدفوعات بتاعت حضرتك وبتتاخر ولا لا. تمام. حجم تدفقات الفلوس اللي بتدخل لحضرتك وبتخرج من عندك. معدل النمو المتوقع للصناعه اللي حضرتك بتشتغلي فيها. فيقدر الكمبيوتر في ثواني يعمل التحليل ده. مصر دخلت في العصر ده بالاطلاق للبرنامج، لان النهارده واحنا بنخزن كل بياناتنا هنقدر يا فندم النهارده نحدد ايه المناطق اللي فيها امراض معينه. ايوه. فالامراض دي احنا محتاجين نركز في المناطق دي عشان ننهيها. ايوه. ايه هي الاماكن اللي بيبقى فيها في شكل موسمي طلب مرتفع قوي على سلعه او منتج معين؟ تمام. طب على مستوى الدوله احنا بنستورد من بره بعض الحاجات اللي ليها بدايل ممكن نعملها من السوق المحلي. نعم. فنقدر واحنا بنحلل ده نعمل ده. درجه المخاطر في الاقتصاد عامله ازاي؟ الناس اللي بتحصل على قروض، ربط البيانات الخاصه بالضرايب والجمارك والتامينات والمعاشات وكل ده. زي ما السيد الرئيس حتى قال الست النهارده جوزها مات امبارح تاخد النهارده المعاش بتاعها اوتوماتيك، مش محتاجه تقدم طلب، بياناتك موجوده ومعروفه وبياناتك وخلاص. بتقدم شهاده وبتقدم وتعالي بكره وتعالي السنه الجايه. علم المستقبل. بس عشان اكون امين مع حضرتك زي ما كنت طول عمري مع سعادتك. ايوه.
في لسه حتة خطر محتاجين كلنا نبص عليها بالراحة. طيب قبل الخطر هنخلي الخطر بعد الفاصل. إن شاء الله.